انا ساكن في المغرب والله ما كنت عارف جاردان سوكري ورا ما قالوا سوكري ترى سوكري قولوا لي تخيلوا معايا انا يلا بالدخله تخيلوا معايا نكون خلصت 40 درهم باش نشوف على هادشي هادشي راه كبرت فيه انا هادشي راه ديما كنت كنكون فيه عاتي والله تلت سطاف قسم بالله العظيم شنو ندير انا في كرموز انا كنقولوا لي الدرك انا بانوا لي كيصوروا كتخيلوا الجرده كلها تكون دايره بحال هكا وقال لك جاردان سوكري ودي هادشي ما بدلوش سلمة انا شوفوا اصبروا معايا اليوم راه باغي نقر ونكريتيكي كلشي اللي شفت الكريتيكي ندير ندخل ب 80 درهم والمغاربه المقيمين بالمغرب بحالي انا 40 درهم كتحس بشي حاجة واخا راك في الاخر مخلص بونجور واو لا لا تستاهل صراحة على السنة والجردة السرية حيت اخي على ما سمعت قال لك كان مسدود واحد المده ما كانوش عارفين كاين هنا الزرادي حتى لواحد المره اكتشفوا ان كاين هنا الزرادي مزيان الواحد يعرف هذه المعلومه لا لا جاتني لوجيك هادشي اللي قلت شكرا لك تلك اسماء جيت شفت واحد الفرس طلع على لي ب 40 درهم طلع كنت اخي مالك فيها كونسوماسيون قلت لي ديك المره خلصنا 50 درهم في طنجه وقلت لي واش فيها كونسوماسيون والله الصراحه ندم شنو تصرف ما نقول والو الصراحه ما نكونش كنشجع على السياحه ولا بديت كنقول بحال خصنا نشجعوا على السياحه هنا هادشي مزيان واحد ولي خسر فلوسه في مدينة في المغرب ديال في بلاده ديما فاش كندخل شي بلاصه بحال هكا كنحس براسي خصني ندير راه كنفهم في الفن وراه كيبانوا ليا الوان وكنبقى ندير راه تدير غاردن بواسين اريا ذا موسك اوف بواسين اند ذات واز ذا كلوزست بوينت تو جيت واتر تو ذا غاردن شكرا ثانك يو سو ماتش خصهم ضروري يديروا لك بحال هادشي باش تحس براسك دوك الفلوس ديالك ما خسرتيش فيهم بزاف بونجور اقسم بالله لا بنادم كيعرف يعيش هي كيعرف يعيش هي ما عندو ما يدار انا باش ندير هادشي خاص تكون في عمري خاصها 60 عام والمهم شفت الجردة كنا بقات سرية ما بيناش ليهم حق مع حق جاردان سكر جابني شفت الدرق الشجر ديال الليمون والله الكرموس راس كيتسارى في الداخل راس النبلة وعين درق تنساش ليه